السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت حلو جدا بالشوفان. بسكوت ده للأكل الصحي وطريقته حلوة جدا، وكمان معانا في اللو كارب. هيكون معايا النهاردة هستخدم حوالي 40 جرام من الشوفان. الشوفان انا بجيبه كده حصى وهطحنه. هنا يعني اللي ما عندوش ميزان هيكون نص كوباية الا حبه زي ما احنا شايفين كده، تمام. هما 40 جرام. هستخدم معايا تلت كوبايه من الكاكاو الخام، انا بستخدم كاكاو خام دريم، ربع كوبايه من زبده الفول السوداني او زبده اللوز، وكمان هحتاج نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج صودا، هحتاج معلقتين سكر ستيفيا، وبيضايه وفانيليا، تمام. حلو جدا البسكوت دوت، وطعمه يعطي الكوكيز، طريقته حلوة قوي. يلا بينا. اول حاجة هبتدي اطحن الشوفان في المطحنة، ولو انت جايباه مطحون هيبقى عادي على طول نشتغل بيه. اطحنه لحد ما اخليه ناعم. هبتدي اجيب اناء وانزل الشوفان بعد ما طحنته. الاربعين جرام كمان لو انت ما عندكيش ميزان هما تقريبا 3 معالق كبار. وهبتدي اضيف الكاكاو، كاكاو خام، انا بستخدم كاكاو خام دريم، وزبدة الفول السوداني او زبدة اللوز المتوفر عندك. ممكن استبدل بزبدة الفول السوداني او زبدة اللوز زيت جوز الهند او زبدة عادية، مفيش مشاكل. بس طبعا زبدة الفول السوداني او زبدة اللوز بتديله نكهة حلوة جدا. هضيف بيكنج باودر وبيكنج صودا، هضيف السكر ستيفيا. لو انا هاكل منه الاولاد يبقى هلغي السكر وهعمله بالعسل، لان احنا طبعا عارفين ان الاطفال لا يفضل طبعا ان احنا نديهم سكر ستيفيا او اي سكر دايت. بداية هحط حوالي ربع معلقة فانيليا، وهبتدي اقلب بالشكل ده. هقوم مولعة الفرن على درجة حرارة 180 عشان اسخن الفرن. عايزه تحطي جواه كمان شوكليت شيبس او قطع شوكولاته كمان يبقى حلو جدا. اقلب بس كده لحد ما تبتدي العجينه معايا تلم خالص. لو حسيتي ان العجينه يعني جامده شويه ممكن اضيف نقطتين بس من اللبن، يعني معلقتين كده، او الحليب. ببتدي الم العجينه كلها. شايفين النقطتين دول بس كده يا دوبك ابتدوا ان هما يخلوها تتلم معايا. هجهز صينيه، والصينيه فيها ورقه زبده، وهنبتدي نشكلها مع بعض بالشكل ده. شايفين ما بعجنش فيها كتير كده، خلاص بقت معايا جاهزه كوكيز حلو جدا. هبتدي ادهن ايدي بس بقليل من زيت جوز الهند او اي نوع زيت بقى متوفر عندك، وهبتدي اخد عشان ما تلزقش خالص زي ما انتم شايفين كده. وهاخد الكوكيز بالشكل ده وهعمله على شكل دايره، الحجم بقى اللي انت حباه اهي بالشكل ده. واحطها في صينية عليها ورق الزبدة. نفس الشكل.
هسيب مسافات بين كل واحدة والتانية عشان العجينة بتنفش شوية. الشكل ده اهي، هكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. عايزاه مقرمش هتخليه رفيع، يعني سمكه يكون اقل من كده، بس انا طبعا عشان عايزاه بطعم الكوكيز فهخليه نفس السمك ده. دي انا هزودها بس شوية عشان عايزاهم كلهم يكونوا مقاس واحد اهي بالشكل ده، هكمل اخر واحدة بنفس الطريقة. طلعوا معايا 5 بسكوتات او 5 كوكيز. بعد ما شكلتهم بالشكل ده انا هحط عليه كل واحدة قطعة من الشوكولاتة بالشكل ده، شوكولاتة دار. طبعا لما هتدخل الفرن هتسيح، شايفين بالشكل ده. هتدخل الفرن على الرف الوسطاني لدرجة حرارة 180، هحطها حوالي من 15 لـ20 دقيقة عشان انا مش عايزاه مقرمش قوي، عايزاه مقرمش هتزودي شوية. يلا ندخله مع بعض ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين اخد تقريبا 20 دقيقة في الفرن، وزي ما شايفين ريحته تحفة. هسيبه يهدى شوية مش هحركه خالص، وهنبتدي نقدمه في طبق التقديم مع بعض. وزي ما احنا شايفين حبايبي ادي شكل الكوكيز، حلو جدا وريحته حلوة قوي قوي. عايزة اوريكم، بصوا خطير شوكولاتة طبعا هي، يعني لسه بصوا يعني حلوة جدا وهتعجب كل الاولاد وكل افراد الاسرة. وزي ما قلنا لو هنعمله للاولاد يبقى هنلغي سكر ستيفيا ونحطه بديله العسل النحل. الكوكيز سريع وحلو جدا. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو واول مرة تشوفي قناتي شرفني انك تنضمي لقناتي، وتفعيل الجرس على اول او كل مهم جدا عشان يوصلك كل الاشعارات. واللايك يا حلوين، واول الفيديو كده اللايك عشان الفيديو يترفع، وتعليق الحلو والكلمة الحلوة. واشوفكم بألف خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.